السلام عليكم، معكم إديكس. ونقول في البداية وقبل أي حاجة الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وما ننساش برضو دعواتكم لأخواتنا. ربنا يا رب ينصرنا وينصرهم نصر عزيز ومقتدر بحق واحد أحد، اللهم أمين يا رب العالمين. ما تنساش تقول أمين، ما تنساش تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. بسم الله، يلا بينا نبدأ حلقتنا. فيل هيث، طبعا احنا عارفين فيل هيث اللي هو دايما كان عنده مشاكل وبالذات عمليات الفتق، ولكن اول مره الواحد يعرف ان فيل هيث كان في العنايه المركزه. مش بس كده، ده كان ما بين الحياه والموت. وعاوز اقول لك انت مضحوك عليك، وعاوز اقول لك تاني ان حتى كمان بيج رومي اتعرض لمشكله صحيه، وللعلم مش مره واحده. بس الواحد الصراحه ما بيحبش يتكلم في اي موضوع عن لاعب كمان اجسام في الوطن العربي، علشان طبعا الخصوصيه. غير كده وكده طبعا اهل اللعيبه بيخافوا عليهم، فدمتم سالمين ان شاء الله. وقبل اي حاجه عاوز افكرك بالشيطان فيل هيث، مش بس فيل هيث، ومورجان طبعا اللي هو بيدعم اسرائيل، وفيل هيث اللي بيدعم القوات الامريكيه. مش بس كده، وبيدعم الشواذ. ونيجي بقى نقول ازاي ان فيل هيث كان فعلا ما بين الحياه والموت. مش بس كده، ده بيقول في المقابله انتوا ما تعرفوش اني كنت هموت. بيقول بعد ما فزت بلقب مستر اولمبيا السابع، طبعا انتوا فاكرين، وده كان 2017 واخر لقب مستر اولمبيا، زي ما كلنا عارفين كان فعلا بيموت على المسرح. مش بس كده، ده طلع وقال اللي هو كان فعلا بيعاني، وتقريبا انتوا شفتوه على المسرح ساعتها كان بيعاني قدام شون رودن. وطبعا اللي انتوا ما تعرفوش اللي هو كان عامل عمليه فتق، وبعد على طول مستر اولمبيا دخل عرض شرفي، ويا ريته ما دخله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بيقول فيل هيث ان امعائه حرفيا انفجرت من المعده بتاعته. بص، قبل ما نتكلم على عمليه الفتق، عاوز اقول لك يا صديقي ان الفتق ده بيحصل لكذا لاعب كمان اجسام بسبب الانسولين والجي اتش، واللي حرفيا كل جزء في جسمهم بيضخم من الامعاء والاعضاء وكل حاجه. وعلشان كده دايما بنشوف لعيبه كمان اجسام في الوزن المفتوح بالذات زي الحوامل. عاوز اقولك الفتق ده بقى ما بيحصل بسبب ضعف معين في جزء من المعدة زي ما انتوا شايفين، فبيدفع الامعاء الى منطقة ضعيفة جدا، وهي اضعف منطقة. مش بس كده، ده ممكن يكون بسبب الدهون، او الجزء ده بيكون فيه دهون، وعلى الارجح والاكثر بتكون الامعاء نفسها. بمعنى ايه يا عم مدحت؟ زي ما انت شايف كده الامعاء بتكون خارج البطن، فالامعاء دي مش بس كده بتطلع، لا ده كمان بتكبر. ومش بس كده، ده الامعاء كمان بتلتف حوالين نفسها وبتقطع امدادات الدم، وبكده بيوصل لمرحله خطيره جدا، ودي اللي وصلها الفيل هيث. مش بس كده، الموضوع الضعف معاه. عاوز اقول لك ملحوظه مرعبه جدا، وانا مجربها بنفسي لما عملت عمليه بسبب المنشطات، ان العمليه دي بتتعمل وانت صاحي. بمعنى ايه؟ يعني انت بتاخد مخدر في جزء معين واللي هو هتعمل فيه العمليه، وطبعا للاسف انت شايف كل حاجه، حتى لو في كفر، شايف الدكتور، شايف الادوات قدامك، سامع الصوت المقص وهو بيقطع فعلا في جلدك. وعافانا الله واياكم من الموضوع ده، لان حرفيا انا مجربه، الموضوع فعلا تجربه مرعبه جدا. وبرده الصراحه يعني خلينا نقول العمليه دي برده اللي عاوز يعملها بتخدير كلي مفيش اي مشكله. ولكن فيل هيث بيقول حصل لي اختناق معوي طبعا بعد اللي حصل له في العرض الشرفي، لان المشكله حصلت له بسبب اللي هو عامل عمليه حاضر مستر اولمبيا. بعد حوالي 5 ايام راح يعمل عرض شرفي، فالعمليه للاسف الموضوع كان صعب جدا. العمليه بيقول المشكله الاكبر ان العمليه دي فتحه مزدوجه، يعني ايه؟ يعني اكثر خطوره وطارئه جدا. بيقول حرفيا انا كنت هموت، وان العمليه دي بتسبب الوفاه في الحالات الطارئه. بيقول الفتق ده كان فوق السره على بعد حوالي 2 بوصه من اليمين والشمال، فامعائه العلويه اتزنقت داخل الانسجه والعضلات، على كلام اللي بيقوله ده. غير الفتق السفلي اللي هو كان العمليه القديمه اللي كان فاكر ان الموضوع خلص وكل حاجه تم اصلاحها، للاسف طلع القديم على الجديد. بمعنى ايه؟ بيقول العمليه دي في الطبيعي بتاخد من 20 ل 30 دقيقه، ولكن في حاله فيل هيث خدت حوالي ساعتين. بيقول لما الجراح جه يفتح لي الفتق، فبيقول حصل حاجه زي الكابوس. بيقول الامعاء حرفيا بتاعتي انفجرت. بمعنى ايه؟ بيقول اللي اتمزق الفتق القديم من الناحيتين. مش بس كده، الموضوع وصل لمرحله حرجه. بيقول الفتق القديم من ناحيتين عمل ثقب عمقه حوالي 3 بوصه يعني حوالي 8 سنتي. مش بس كده، امعائه الدقيقه بيقول اللي هي حصل ثقب فيها بعمق 4 بوصه يعني حوالي 10 سنتي، وبيقول امعائه اتعلقت في الفتحه. واللي بيأكد الكلام 100% ان خطيبته بتقول ان كله حصل بسرعه وبشكل مخيف. فقالت بمجرد الجراح لما دخل وعمل فتحه، فكل امعائه حرفيا خرجت وعافانا الله، وده اللي اكده طبعا فيل هيث. فالدكتور على طول حاول يلحق الموقف بعد خروج الامعاء. انت متخيل واحد فعلا امعائه خارجه من معدته،
قرر اللي هو يدفع امعائه لحوالي 5 بوصة. 5 بوصة يعني اكثر من 12 سنتي. انت متخيل مدى كبر الجرح عامل ازاي والعمق عامل ازاي؟ وامعائه اللي خرجت بره كلها لازم كان يدخلها، فدخلها بحوالي اكثر من 12 سنتي عشان يقفل بس الفتحتين. مش بس كده، ده جاله انزيف داخلي. فبعد العملية فيلميز بيقول الدكتور جاله كان مصدوم ازاي اللي فيل هيس فعلا كان عايش بالشكل ده، واللي هو اتلحق لانه حرفيا كان بيموت والموضوع كان طارئ جدا. فالدكتور بيقول له اللي انت فعلا جيت في الوقت المناسب. طبعا ده كله يا شباب بقدره ربنا سبحانه وتعالى. ففيل هيس بيقول ما كنتش عارف الموضوع بالشكل الخطير ده، وما كان بيجي لي الم والم شديد جدا، فكان بياخد حبوب حديد وفيتامينات. ما فيش حد يسالني كان ليه بياخد كده لان ما قالش، ولكن الموضوع غريب جدا. خلي بالك بعد اكثر من 3 اسابيع من العمليه بيقول رجعت قدرتي بحوالي من 40 ل 50%. فحتى كمان بيقول ما كنتش قادر الا انا اشيل الشنطه بتاعتي، الشنطه الشخصيه بتاعتي. فانت متخيل الواحد بياخد منشطات وقد ايه القوه العظيمه اللي بيعملها في الجيم، وللاسف حتى الشنطه الشخصيه بتاعته مش عارف يشيلها. وعفنا الله واياكم. عشان كده فيل هيس زي ما انتوا شفتوا كده في سنه 2020 اتدمر بشكل كامل، لانه حرفيا هو كان بيحاول على قد ما يقدر يشيل اوزان علشان يعمل عضلات، والكواليتي بتاع العضلات بتاعه فعلا في 2020 ما كانش افضل حاجه. وده اللي ياكد فعلا الكلام اللي حصل، اللي هو ما يقدرش يشيل اوزان ومش هياخد مستر اولمبيا مدى الحياه، مع انه كان عاوز ياخد مستر اولمبيا ل10 مرات. فاللي عاوز اقوله لك في القصه الاخيره، القصص اللي عمالين نستغرب ونشوف اللعيبه وقد ايه الموضوع صعب جدا وشاق جدا. وانا دايما اقول لك الفتره اللي فاتت اللي هو هيحصل حاجات وهنشوف حاجات ان شاء الله الفتره الجايه، مش معنى للعيب ما بيتكلمش او لعيبه عموما ما بتتكلمش على اي مشاكل صحيه بتحصل لهم، فمعنى كده الناس دي بيس والدنيا ماشيه تمام التمام معاهم، وانت مش واخد بالك الموضوع فيه رعاه. الرعاه طبعا لو حصل مشاكل للاعب طبعا الشركات هتقع، فبالتالي ما يقدرش اللاعب يقول كل حاجه قدام الناس وقدام المؤسسات، وخصوصا المؤسسه دي مؤسسه ربحيه بشكل كامل. فانا عاوز اقول لك ابعد عن المنشطات، وان شاء الله مكملين في توعيه عن المنشطات. مش بس كده، قصص لعيبة كمال اجسام الطريق صعب جدا واللعبه خطره جدا، فانت بغنى عن كل ده. فعافانا الله واياكم، وربنا رب يحفظني ويحفظكم. وما تنساش دعواتكم لاخواتنا، ربنا رب ينصرنا وينصرهم نصر عزيز مقتدر بحق واحد احد. اللهم امين يا رب العالمين. نسيت تقول امين، نسيت تقول الله ربي لا اشرك به شان. اشوفكم على الف خير. ما تنسانيش باللايك والشير. سلام عليكم شباب.